القهوه هذه ان يضمن. فباسم جميع الطلبه نقدم الشكر الجزيل للسيد عميد الكليه بالنيابه لمساهمته القيمه في انجاح هذه الندوه، ثم لجميع الشركاء، للسيد القابض ممثلا او يعني عن نخاز المملكه باقليم عرائش، ولمنتدى او نادي منتدى الباحثين بوزاره الاقتصاد والماليه، ولجميع من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذه الندوه.